Safe here to talk. Democracy activist Zainab Al-Khawaji introduces me to her aunt Fatima, whose husband has now gone missing. If you can try not to get like the plate numbers or the house so that they don't get in trouble. Okay. Fatima tells me how her children had been forced to give up their father at gunpoint. اللي دخلوا البيت فوق ما يقارب 50 جندي كلهم ملثمين بس عيونهم تطلع يعني سيدة حطوا في راسهم المسدس قالوا لهم إذا ما تقولون وين الرجال اللي عندكم هني نطلق عليكم سيدة طفل يعني قال لي فوق بابا راح راحوا له طبعا أخذوا فأنا سألتهم Fatima says she was then bashed and sexually assaulted. ما أعرف طفى علي طبعا الضوء هي خمسة يعني واجه يعني كنت حاسة بالرعب الشديد كنت خايفة على يعني أكثر ما كنت يعني على هالضرب الضرب القاسي والمبرح ما كنت يعني خايفة على شيء غير إنه خايفة على شرفي ويقول لي كلمات كلش حقيرة وبذيئة يعني حتى حركات ما أقدر أقولها شلون يسوي لي هو يعني نفسه يسوي لي جليف وجهي يسوي لي يعني يجيب أعضاء تناسلية في وجهي. One week on from the raid and still it's clearly left its mark. Fatima has still not heard from her husband and she fears she may never see him again. ما أعرف إن شاء الله هو بخير. There needs to be